السلام عليكم. بغيت نسولكم شي بغى يخوي البلاد وشي بغى يغلط وشي بغى الولاد وشي بغى يضعف وشي بغى يتزوج وشي بغى يطلق واللي خدام بغى كونجي واللي جالس بغى خدمة. ايوا انتي ولا انتي اش بغيتي؟ نتمنىكم كاملين تجاوبوا على هذا السؤال. هاد القصة من اجمل القصص اللي دازوا في قناة سمح حكيتي بالخصوص ديال الضريرات. هاد القصة هادي انا متأكدة انها غادي تبكيكم. جاوبوني على السؤال وكذلك قولوا لي الرأي ديالكم في هاد القصة هادي. وانتي كون كنتي بلاص هاد الانسانة هادي لالا كنزة والله تبارك الله عليها هاد المنبر كنوجه ليها واحد التحية اللي كبيرة كبيرة كبيرة، وخصوصا كنوجه التحية للضرة ديالها وحتى الزوج ديالهم. الصراحة قصة غزالة بزاف. بغيتكم تجاوبوني على هاد الأسئلة وتقولوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير. بقاو معايا حتى النهاية باش ما نحرقوش التفاصيل ديال الحكاية. السلام عليكم، معكم اختكم كنزة. العمر ديالي 41 سنة، متزوجة هادي أكثر من 22 سنة. اليوم جيت نعاود لكم قصتي ونعاود لكم حكايتي مع راجلي وحبيب قلبي. اليوم جيت نعاود لكم تجربتي في الحياة ونخلي القصة للإخوان تقدر تفيدهم شي حاجة. المهم أنا غادي نبدأ لكم القصة ديالي من نهار تعرفت على راجلي حبيبي. داك النهار ديال التعرف كان حالة خاصة وكان صدفة غريبة. بحكم هاد السيد اللي تزوجت به كانت أختو كتقرا معنا في نفس المدرسة. هاد البنت كانت عزيزة عليا، ما غاديش نقول لكم صديقة ديالي ولا كنعرفها، أنا غير كنت كنشوفها قدامي وصافي. كنشوفها داخلة خارجة من الكوليج، الصراحة بنت الله يعمرها سلعة ظريفة ومحترمة راسها، كنت كنشوفها غير من البعيد. هي واحد البنت اللي كانت كتبان معقولة وبزاف. هي هاديك واحد النهار كنا كنقراو عادي حتى كنسمعو الغوات خارج الصف، الدنيا مقلوبة والغوات شي داخل شي خارج. منين خرجنا من القسم بدينا كنشوفو شنو واقع، غادي نتفاجئو بلي القسم اللي قريب لينا فيه شي بنت سخفات وطاحت بالسما للأرض. ملي بداو كيفيقو فيها لقاو المول الأمانات دا أمانتو. حنا الصراحه بقات فينا البنت بزاف قبل ما نعرفوها حتى شكون. ملي دخلنا وسولنا شكون هذه اللي ماتت، غادي نتفاجئوا بديك البنت مسكينه ما نقولش لكم، بقات فيا بزاف وبكيت عليها لا انا لا صحاباتي. والله داك النهار ما قدرنا نقراو. صافي خرجنا من الكوليج، جات الاسعاف هزاتها مشاو بها للسبيطار. حنا مشينا تبعناها النص ديال المدرسه، داك النهار تبعها للسبيطار. كنا كنقولوا تقدر تكون باقا عايشه، ولكن مع كامل الاسف ملي وصلنا للمستعجلات باش نشوفوا الحاله ديالها قالوا لينا بلي هي ماتت. شويه والاهل ديالها جاوا بحكم وصلهم الخبر. ما نقولش لكم كيفاش كانوا كيديروا عليها مساكن، الناس كيتمرغوا كيغوتوا على بنتهم. ملي شفتو في ديك الحاله بقى قلبي كيضرب كيضرب، وحسيت بودنيا بحال كيصوتوا وجليا كيرشفوا عليا. كنت كنقول للبنات اللي معايا انا حاسه براسي غادي نفقد الوعي ديالي وغادي نطيح. ما انا منين كنسمع حس الموت ولا كنشوف شي واحد كيبكي قدامي بديك الطريقه كنتوتر من الداخل ديالي. ما نقولش لكم ملي شفت الحاله ديال الاهل ديالها كيفاش دايره، ما نكذبش عليكم حالتهم كانت كتشفي. اما واحد الام ديالها كانت كتمرغ في وسط المستعجلات، با دموعه ما بغاوش ينشفوا عليه مسكين، غير كان صابر والدمعه فتحت صبره. اما انا يا البنات غير كنشوف وكنرجف. خوها هو اللي غادي يكون ليا جزء في القصه ديالي، كانوا كيهزوه برابع ويحطوه برابع، قتل راسو عليا كيغوت ويضرب راسو من الحيط للحيط، وكيقول لي اختي العزيزه فينك اختي الحبيبه، علاش مشيتي اختي الغاليه لما تخليتينا اختي، وشكون يقول لي اخويا وعلم من حط راسي اختي، وشكون غادي يبقى يقول لي اخويا حبيبي، وشكون غادي يفيقني من عاسي. وبقى كيحسب قد ما هو كيحسب، وانا كنبكي وكنرجف في كل شيء حيت انا اكثر وحده كانت حاسه بيه. بحكم انا ما تسمي الحبيبة وطحت في نفس الموقف اللي كانوا فيه هاد الناس، وحتى انا بكيت وشكيت وندبت وغوت على فرقة ميمتي الحبيبة. المهم انا هاد الناس بقاو فيا بزاف واخا ما كنتش كنعرفهم نهائيا. داك النهار هذاك ما حبسوش عليا دموعي لدرجة فكرت الايام اللي كانت مي الحبيبة مريضة وكتحتضر قدامي. بكيت وفكرت الماضي ديالي رغم انني ما بغيتش نعمق لكم فيه، حيت ما بغيتش نتفكر الماضي ونرجد الذكريات المؤلمه اللي بالنسبه ليا هم وغم. المهم حنا داك النهار وقفنا كاملين في المستعجلات حتى عرفنا بسبب الموت ديالها. من بعد التشريح اللي اكتشفوا ان البنت ماتت بسبب تسمم في الدم، هما ما عرفوش شكون اللي سممها، ونضت الروينه في المؤسسه كامله. تقريبا كاع المدرسه والاساتذه دازوا في التحقيق، ولكن مع الاسف ما وصلوا حتى لشي حاجه. بحكم من بعد ما طلعوا ونزلوا وبقى جاري التحقيق، غادي يكتشفوا بلي كانت كلات شي حاجه برا من الكوليج، وداكشي اللي كلاتو كان فيه تسمم. قدر الله ما شاء فعل، اجل وصل ليها.
حنا من بعد ما مسكينه تبين سبب الموت ديالها قررنا انا وصحاباتي باش نمشيو عندهم للدار ونقوموا بالواجب ونعزيهم، وداك الشيء اللي درنا. مشينا حنا بينا 15، تفرضنا انا والبنات كل وحده تعطات حقها، دخلنا في يدينا الصوب ودخلنا عليهم. ملي مشينا بقينا جالسين مع الام ديالها وخوالاتها وبنات العائله ديالها، وكانت كتعاود لينا عليها وعلى المعامله ديالها وكيفاش كانت معاهم في الدار. مسكينه كتعاود على بنتها وكتبكي وكانت كتقطع في القلب. هي عاد كتعاود اخو المرحومه يدخل علينا، جا سلم علينا، حنا قمنا بالواجب وقفنا عليه، هو فرح بينا منين شافنا، دار الصوب معنا ومشينا عندهم بحكم حتى من الاساتذه ديالنا مشاو معنا. المهم حنا درنا اللي علينا وقفنا ليهم. من بعد مشينا بحالاتنا لديورنا، حيت المدرسه كامله كانت دايره حداد على المود ديالها، 3 ايام ما قريناش فيها. من بعد داك 3 ايام رجعنا للدراسه ديالنا، من بعد رجعت الامور للمجاري ديالها، صافي بقينا كنقراو عادي. من بعد 15 يوم على الموت ديالها، واحد النهار ديال الجمعه ما قريناش، ما قريتش واحد الساعه بحكم الاستاذ ديال الفيزيك ما جاش، وبقينا كنتسناو برا من الكوليج. بقات واحد صاحبتي قالت لنا شو بان لكم نمشيو اليوم للمقبره نترحموا على فلانه. الصراحه شي بغا وشي ما بغاش، انا ما كنت باغا نمشي، ولكن واحد صاحبتي قنعتني باش نمشي، قلت لها واخا صافي نمشي معاك. منها نترحموا عليا، من هنا منها نترحم حتى الام ديالي. داكشي اللي كان، شدينا الطوبيس مشينا. من دخلنا للمقابر لقينا الام ديالها والاب ديالها وحتى خوها هما تما، من شافونا عرفونا وعرفونا جينا نترحموا عليها، فرحوا وعجبهم الحال وشحال دعاو معانا. صافي وقفنا معاهم شويه. من بعد مشيت انا ترحمت على الام ديالي، قريت عليها بعض الصور من القران، رجعنا مشينا. وكان اخ المرحومه هو اللي وصلنا للكوليج بحكم كانت عنده طوموبيل. حنا كنا تاخرنا شويه على المدرسه، ولا بقينا حنا حتى جلسنا كتسناو الترونسبور اكيد غادي نتعطلوا اكثر. المهم دار فينا خير ووصلنا، من بعد مشى بحالو. صافي بقات الامور بحال هكذا تقريبا، من هذاك النهار ما شفناه. انا بقيت كنقرا عادي، عايشه حياتي كان شيء لم يكن. كنت واحد البنت لي ترونكيل داخله سوق راسي، وما عنديش مع الخروج بلا سبب، وما عنديش مع الكلام الزايد. انا من صغري وانا حدوديه، كلامي ثقيل. المهم من بعد مرور 3 شهور كان وقع بيني وبين مرات الوالد شي نقاشات، وكانت ظلماتني وهانتني وقالت عليا شي كلام ما هوش، وحرشت عليا حتى الاب ديالي وخلاته يجي ويتعامل معايا خايب. انا في داك الوقت هذا كنت مقهوره ومديومه، وربي اللي كان حاس بيا، حيت خويا اللي من مرات الوالد ناض ضربني وظلمني وانا ما درت ليه والو. انا بديك الفقصه هذيك ما حسيت براسي، حتى لقيت راسي واقفه حدا القبر ديال ميمتي. جلست يا خواتاتي، سرحت رجيلاتي وبقيت بكي وشهاق بكي وشهاق بكي بكي بكي. كنت كنبكي بواحد الهستيريا وبلا ما نحس براسي، حيت قلبي كان عامر بزاف. كنت حاسه براسي باغي غير نغوت على اعلى من في جهدي، حيت اللي دوزوا عليا مرت الوالد ماشي سهل. المهم بقيت كنبكي محصل الحد ديالي. جا خو البنت اللي ماتت في المدرسه بحكم حتى هو كان باغي يترحم على اختو، ملي شافني كنبكي لفت الانتباه ديالو بقى مراقبني من البعيد. بكيت حتى شبعت وشكيت على ميمتي، عاودت ليها كاع على داكشي اللي بيا. كنت كنهضر وكنحس بليها شنو داز عليا في ديك الفتره اللي عشت بلا بيها. المهم خويت قلبي وقلت للام ديالي كلشي، ومن بعد جيت غادي بحالتي. هو يبان ليا جالس وحط راسو في الارض، مديتهاش فيه حيت حالتي كانت حاله. ايوا غير انا دزت من قدامه وهو يتبعني، خرجت من المقبره بقى كيعيط ليا الاخت. الاخت درت عنده لقيتو هو، بقيت كنمسح وجهي بيدي باش ما نبانش باكيه. جا قرب عندي قال لي السلام عليكم، مد لي يدو سلمت عليه. قال لي واش جيتي تترحمي على الام ديالك؟ شفت فيه؟ قلت لي اه، ولكن شكون قال لك بلي هي امي؟ قال لي عرفتها غير من خلال كلامك معاها. قال لي راني سمعت كل شيء وراكي بكيتيني وبقيتي فيا. انا بلا ما نحس بقيت كنبكي، وهو يقول لي ايوا صافي بركه راكي بكيتي اكثر من القياس. بقى كيواسيني، انا بقيت كنشكي ليه وكنبكي وهو كيسكت فيا. شويه بدا كيتحسر وكيعاود ليا على اختو وعلى الجرح اللي تجرح بسبب الفرق ديالها، وقال لي بلي هو من نهار دفن اختو وهو غير كيبكي وباغي يغوت وباغي يخرج داكشي اللي عنده لداخل، ولكن دموعه كيحس بيهم بحال نجفوا وما بغاوش يخرجوا ليه. قال لي قلبي كيبكي الدم، ولكن عيني ما بغاوش ينزلوا الدموع، وبقى كيعاود لي عليها لدرجه زدت همي على همو. بقينا كنتشاكا وانا وياه، هو يشكي ليا وانا كذلك، وما حسيت براسي حتى عاودت ليه كلشي. ما نكذبش عليكم، ملي لقيت ليه يسمعني حسيت بواحد الراحه نفسيه، حسيت بقلبي ارتاح نسبيا، ما بقيتش مقبوض عليا كما الاول. هي هذيك من بعد ما سالينا حديثنا جيت غادي بحالاتي، هو يطلب لي الرقم ديال التليفون ديالي.
قال لي الا ما كان عندك حتى شي مانع بغيت نسول فيك. انا في ذاك الوقت ما كانش عندي التليفون، بعد قليل الناس اللي كانت كتستعمل التليفون. المهم قلت ليها انا ودي ما عنديش التليفون، حنا اصلا الدار كامله غير الوالد اللي عنده تليفون، وغير عادي من داك النوع ديال النوكيا القديم. هو يقول لي صافي ماشي مشكل، هي هذيك كل واحد فينا فين مشى بحالاته. صافي انا نسيت الموضوع، حتى لواحد النهار كنت خارجه من الليسي وانا نلقى كيسين برا، كنت كنعتقد بلي هو جا على حساب شي حاجه كتعلق بالمرحومه، ولكن هو ملي شافني خرجت من باب الليسي جا لعندي. انا كنت واقفه مع صاحبتي، سلم علينا انا وصاحبتي، سولناه كيف بقات الام ديالو، واش نسات شويه. هو قال لنا ما عمر شي واحد يفقد اللي عزيز عليه وينسى بسهوله. قال لنا حتى الا بين للناس بلي هو ناسي عينيه كيفتحوه، وغير الشوفه فيه كيبين الحزن الكبير اللي عنده لداخل، ام هو ما باغيش يبينه. قال هاد الكلام هو كيشوف فيا، حسيت بيه بحال اللي كيقصدني انا، لدرجه ما قدرتش نكمل فيه الشوفه وحطيت عيني للارض. وقال لي كي بقيتي شويه، صاحبتي شافت فيا قالت ليه اللي مالها هي. انا ما بغيتش نبين قدامها شي حاجه، حيت ماشي من عوايدي كنشكي عليهم، ولا كنبين راسي مقوره ولا بكيانه. حاولت نبدل الكلام، قلت ليها غير ديك المره منين مشينا عندهم بقات فيا الام ديالو وبكيت معاها. هو عرفني ما بغاش نبين قدامها وضيق قلب الهضره، تكلم معنا شويه من بعد مشى بحالاته. وحتى انايا مشيت للدار، مشيت وانا كنخمم فيه. صراحه حسيت براسي ارتحيت للكلام معاه، وحسيت بحال شي قاسم مشترك ربطني به. كنت كنقول يمكن غير منين هو فقد الاخت ديالو مازال الجرح ديالو جديد، هادشي علاش كنبقى فيه، حيت حتى انا امي ماتت وبقيت يتيمه وحدانيه. المهم بقينا بحال هكذا، من بعد ما بقيتش كنشوفو نهائيا، وزيد القضيه ديال الموت نتاخته تنسات وما بقاتش كتجبد نهائيا. واحد النهار كنت جالسه كنخمم وهو يجي لبالي، ما عرفتش حتى لقيت راسي كنفكر فيه. تمتم قلت لصاحبتي شنو بان لك نمشيو انا وياك نشوفو خالتي فلانه كيف بقات، شحال هادي ما عرفنا اخبارها مسكينه ويعلم الله كيفاش بقات. قالت لي لا صاحبتي ما نمشيش. قلت لها علاش؟ قالت لي اختي قلبي راه طايب وغير ربي اللي حاس به، وفين مازال نمشي نطيبو عاد. قلت لها علاش كتقولي صاحبتي هاد الهضره؟ قالت لي وماني انا كذبت عليك ياك، داك المره طيبات لي قلبي بلبكة، ومنين دخلنا وهي كتقارن فينا مع بناتها بنتها الله يرحمها، وبقات بشي كلام مزروط. المهم يحس بك غير اللي مجرب. الحصول ما بغاتش تمشي معايا، قررت باش نمشي بوحدي. فعلا مشيت، وبيني وبينكم غير درت السبه وصافي، انا كنت باغا نشوف الاخ ديالها. ملي مشيت ما لقيتوش في الدار، لقيت غير الام والاب ديالو مساكن شحال فرحوا بيا، واخا فكرتهم ببنتهم بكيت انا وياهم، ولكن فرحوا بدخلتي عليهم. بقيت جالسه معاهم شويه وجيت غاديه بحالي. انا يلا خارجه من دارهم ونتلاقى به. ما نكذبش عليكم، ملي شفتو فرحت بزاف، وحتى هو فرح بشوفتي، وحسيت بيه بحال باغي يقول لي ما تمشيش وخليك مازال، ولكن ما قدر يقول لي والو حيت الام ديالو كانت معايا. خليتهم بخير وجيت غاديه بحالي، كنت كنحس بيه بحال كيشوف فيا، ولكن ما قدر يقول لي والو، وحتى انا ما قدرتش نكمل فيه الشوفه. صافي مشيت، هو دخل الدار مع الام ديالو، ولكن ما كملت حتى جوج دقائق حتى كنلقى تبعني بالطوموبيل ديالو. بقى كيوقف فيا، انا منين عرفتو هو اللي كيعيط ليا حبست. قال لي سمحي لي تبعتك. قلت ليه لا ماشي مشكل عادي، شنو حب الخاطر؟ قال لي بغيت نقول لك قدام الوالده نوصلك للدار، ولكن خافت انت ما تبغيش. قلت ليه اه شكرا. قال لي واش نوصلك؟ قلت ليه بلاش، باغا نمشي للدار على رجلي. قال لي غير طلعي نوصلك. قلت ليه لا معليش. قال لي بعدا كيف بقيتي شي يوم داك النهار؟ ضحكت وقلت ليه وكل نهار ونهارو الحمد لله على كل حال، مره مزيانه ومره كنظهر بلي انني مزيانه. بقى كيعطيني الامل في الحياه. قال لي معليش ديريها في يدين الله، والدنيا هي هادي وكل شيء كيهون، طلبي غير الصحه والسلامه وما عليك غير بالصبر وهادي وهاديك. قلت لي ايه كلامك صحيح الحمد لله، ملي رحنا مازالين واقفين على رجلينا. المهم تكلمنا خرب بكلام تقريبا 20 دقيقه هو شدني بالهضره، من بعد لقيت راسي مشى الحال عليا. قبلت انه يوصلني على الاقل بعدا غير نص ديال الطريق، حيت الحال بدا كيظلم والطريق بعيده. ايوا داكشي اللي كان، مشيت معاه طلبت منه يوصلني غير لواحد البلاصه مطرفه على الدار باش ما يشوفني حتى واحد من خوتي، واخا هو عيا ما يطلب فيا باش يوصلني للدار، ولكن انا ما بغيتش. ايوا يا البنات من وصلني للبلاصه اللي طلبت منه يحطني فيها مشى بحالو، ما عرفتش منين خرج ليا الوالي ويشدني من شعري وبقى يشطب بيا الارض، وقال لي يا ست القوطه رجعتي كتوصلي حتى لراس الدرب الطوموبيلات. انا ما عرفت راسي باش تبليت، وفي نفس الوقت عرفت بلي جايين مع الوالد
جاياني مع الوالد ماشي سهله، حيت هو كان شد معايا الضد وكان غير على سبه، وزيد هو شافني بعينه، يعني واخا نعيا ما نحلف ليه ونشرح ليه ما غاديش يفهمني وما غاديش يبغي حتى يسمعني. وراكم عارفين الوالدين البنات كيحكموا على داكشي اللي كيشوفوا بعينيهم، واخا انا الصراحه ما درت والو، ولكن هو فهم داكشي اللي فهم. من بعد جرني من شكاكتي وبقى كيشطب بيا الارض، كاع الناس فرجهم فيا داك النهار مع واحد البيار كنا واقفين فيه كان عامر بالدراري، وكاع عرفوا بلي انا جابني واحد الراجل راه ستر بالطوموبيل وحطني ومشى بحالو. واللي غادي نقول لكم راكم تخيلتوا قدامكم، خاتكم تعنفت بجميع الطرق العنف، زائد مرات الوالد اللي شتفت عليا شتيف وتشفت فيا وحمدت الله فيا وشكراتو وحلات فمها عليا وما خلات ما قالت عليا ورجعت فيا داكشي اللي ما كاينش، لدرجه طعنتني في الشرف ديالي وقالت الاب ديالي باينه بنتك العاهره فايت ليها خارجه مع 22. انا كنت كنبكي وكنحلف ليهم انني ما عمرني ما درت شي حاجه اللي خايبه ولا شي واحد قص الشعره مني، هي الاخرى راه غير سوء تفاهم وصافي. ما نقولش ليكم دازت عليا ديال بصح، ونزيدكم مرات با دارت بيا الطر والبندير، وكاع الجيران والعائله ديالي عرفت بلي فلانه بنت الحاج فلاني كيجيبوها الطوموبيلات لراس الدرب، وقالت لهم بلي انا ما عمرني دخلت للمدرسه، كنت صغير كندير السبه بالقرايه وكنمشي نخرج بالفلوس مع الدراري. المهم الشوهه ديال بصح، ايوا منين واحد عمتي سمعت شنو كيتقال عليا جات عندي، هاد عمتي كنت عزيزه عليها، ملي سمعت ديك الهضره ما بغاتش عليا وجات عندي كتشوف واش داكشي اللي تقال عليا في بصح ولا غير هضره خاويه. انا شكيت وبكيت عليها وعاودت لها داكشي كامل اللي كاين، هي ما خلاتش الاب ديالي ومرات الوالد، قالت لهم علاش كتكبروا الموضوع وتردوا الهضره في البنت. مرات الوالد قالت ليها اش من بنت اللي كتهضري عليها وهي حاشاكم ولات الطبل ديال الغيطه اللي جا كيضر فيها. المهم راكم عارفين شنو القصد ديال عمتي، ما عجبهاش بلي مرتبه تطالي في الشرف ديالي، وتمتم هزاتني انا والاب ديالي ومشات دارت لي شهاده ديال العزوبه وطلعت باقا بنت. داك الدكتوره قالت لهم هاد البنت ما عمرها حتى تقاست بالصبع الصغير، هي بنت شريفه وعفيفه، حيت عاودت ليها المشكل. ايوا غنقتل الوالد ودني مزيان وخاصمت عليه، وقالت لي علاش تخلي الهضره تطلع على بنتك وانت اللي خاصك تكون سترها ليها، ماشي تفضحها وتخليها ضحكه قدام العادي والبادي. المهم بهدلات وتبهدي وسكتت ليهم فمهم، الوالد ما لقى ما يقول وبقى غير ساكت. ايوا هي هذيك رجعت للدار عمتي خاصمت على مرات الوالد وتزعفت هي وياها. من بعد هزاتني مشيت معها لدارها، جلست 3 ايام عندها عاد رجعت للدار حيت بغيت نرجع للمدرسه بحكم كنت غيبت بزاف. ملي رجعت لقيت الاب ديالي معمر عليا وقال لي نونك فكحل عيونك واش ترجعي لداك المدرسه تقراي ولا تعتبي على باب الدار. عيت ما نطلب وعيت ما نرغب ولكن ما بغاش، وقال لي بالحرام عليا ما انتي خارجه من هذا الباب حتى تخرجي عروسه يد مدفونه في قبرك. كنت كنحس مراته كتشفى فيا، ايوا بكيت وضربت راسي بغيت نتسطى بغيت نحماق، ولكن والو ما قدرتش نقنعه. صافي جلست كنضرب الجفاف على قلبي، اما صحاباتي مني عرفوني خرجت من المدرسه بقيت فيهم وهزوا ليا الهم، حتى هما مساكن بقيت فيهم بزاف حيت كانوا عارفين اني قرايه وكانوا عارفين اني مجتهده وفي نفس الوقت بنت اللي داخله سوق راسي وديال الدار، وداك الشيء اللي سمعوا ليا ما منه والو. انا كانت جات عندي صاحبتي وقالت ليا كيفاش وقع لك حتى خرجتي من القرايه ديالك، بقيت كنعاود ليها شنو وقع ليا. صراحه ما بغاتش وما عجبهاش الحال وبقيت فيها، حيت هي اصلا كانت عارفه اني مشيت غير نطلع للام ديال المرحومه، يعني نيتي كانت صافيه. الحاصل هي منين عرفت القضيه وما فيها بسبب فلان انا طحت في اكبر مشكله، ناط هزتها بارده وسخونه ومشات عندهم للدار وعاودت لهم شنو وقع فيا من الاول حتى الاخر. صراحه بقيت فيهم بزاف وما بغاوش عليا وهزوا معايا الهم. واحد النهار جاودنا حتى للدار وصاحبتي هي اللي جابتهم. الام ديال المرحومه قالت الوالد بلي هي جات عندي غير باش تطمئن على صحتي وحقا شي كتوبه ديال بنتي كانوا في المدرسه جابتهم ليا، وهادي وديك مني مشى الحال ولدي هو اللي وصلها وراني انا كنت معاهم. المهم السيده دارت ما في جهده باش تخلي الاب ديالي تراجع ويرجعني لقرايتي، ولكن الوالد ماشي من داك النوع اللي كيحشم ولا كيتحشم وكيترغب. صافي الوالد بقى مصر على كلمته وما بغاش يخليني نرجع للقرايه ديالي. بقينا هكداك واحد المده وانا غير كنبكي على شبابي وعلى صوري اللي ضيعتهم مع مرت الوالد، حيت مني شافتني جلست في الدار دارتني بحال شي بعوضه وكانت كتعامل معايا خايب، وزيد الاب ديالي حرمني لا من الخروج ولا من الصحابات وحتى من العائله. حتى مني كانت كتجي عندنا عمتي تديني معاها ما كانوش كيخليوني نمشي معاها، الا طلبني الشيطان وطلبت منه نمشي نهار الجمعه للمقبره باش نزور امي كيرد ليا وجهي في قفايه وما كانش كيبغي يخليني نزور امي بحكم مراته كانت كتعمرو عليا.
صافي هي هذيك، عانيت وعانيت بزاف بسببهم، ما عمرني تفكرت في حياتي اليوم شي حاجه اللي زوينه وفرحت بيها. دابا انا كنعاود لكم قصتي مستغربه من هذاك الشيء اللي داز عليا، وراني غير عطيتكم واحد الملخص من حياتي، اما اللي ما قلتوش لكم كبير بزاف. الحصول باختصار بقيت قريب 6 شهور وانا جالسه في الدار، حتى لواحد النهار وانا نتفاجئ بالام ديال المرحومه، هي واحد اختها جاو عندنا. كنت كنعتقد بلي جاو يطلعوا عليا، كتبش عليكم فرحت مني شفتهم، نط الكوزينه وجدت لهم الكوطي وانا فرحانه بيهم. هما بقاو مجمعين مع مرت الوالد، ما قالوا ليها الصراحه والو، بقاو كيساينوا حتى رجع الاب ديالي للدار، جلس معاهم تحدث معاهم. عاد قالوا ليها السي فلان، حنا اليوم جينا بغينا بنتكم لولدنا. الاب ديالي بقى غير كيشوف فيهم، حسيت بيه بحال ما بغاش. انا ملي سمعت الزواج والخطابه فرحت، حيت بيني وبينكم كنت باغيه غير اللي نقدم داك السجن اللي كنت فيه، راه في داك الوقت كون خطبني الشمكار والله حتى ناخده. المهم عندي هو نبعد على مرات الوالد. المهم نكمل لكم، الوالد ما قال لهم والو، ولكن حسيت بيه بحال ما باغيش. حتى مراته تزنقات وبقات كطلب الالوان. دوسي قالت ليه شوف السيدي، انا ولدي ميسور وخدام على راسو، موظف عنده منصب زوين، وبنتك غادي نتهلا فيها ونديرها بحال بنتي وكثر، وحتى الا ما عجبهاش الحال تبقى معنا. ولدي راه عنده دارو وطوموبيلته وقادر يدير جوج ديور ديال الديور، والحمد لله ما مخصوش. يوم رات الوالد ملي سمعت الراجل لاباس عليه طمعت وبدلت الراي ديالها، وتمتم قالت ليها ايوا لاله فلانه، نعيو نقلبوا لبنتنا على راجل ما غاديش نلقاو احسن من ولدك. انا تصدمت فيها، وبقيت غير كنشوف وكنقول مع راسي واش انا كنحلم ولا هادشي اللي سمعته بصح. المرض غير داتني بنتها، ايوا انا ديك الساعه كنت كنطلب سله العنب وكنرطب معاهم غير باش ما يوقفوليش في طريقي، داكشي اللي كان. مرات الوالد حاولت باش تقنع الوالد باش يخليني نتزوج، وفي اخر المطاف قال ليها صافي. الناس من بعد ايام جات خطبتني وبقيت مخطوبه لولدهم على ما نكمل السن القانوني ديال العقد. فديك الفتره هذاك هو ما جا عندي وانا ما مشيت عنده. الاب ديالي كان مقصح معنا بزاف، ومن النوع اللي شنو غادي نقول لكم، ممنوع يجي عندك شي حد وممنوع تمشي عندهم. حتى ضربنا العقد ديالنا ودرنا الحلال، عاد عرضناهم تعشاو عندنا واحد الليله، وغير باش تفاهموا مع الوالد على المسائل ديال العرس. كنا درنا عرس بسيط جدا، ما درت والو، ما نحلفش على جوج طوبل اللي غدينا داك النهار وغير العائله، اما حتى الجيران الوالد ما عرض فيهم حتى واحد، حيت مراتو ما بغاتش وما رشقش ليها. قالت ليه الا كانت بنتك باغا تعرس تضرب على جيبها ودير العرس في القاعه ولا في دار راجلها، حنا عندنا الدار صغيره. ايوا انا درت من ناقص وما درت والو. صافي اختكم واخيرا تزوجت ومشات مع ناسها لدارها، بديت حياتي جديده، على الاقل تهنيت من هم مرات الوالد. بقيت عايشه حياتي مع راجلي اللي جمعتني به الظروف اللي كانت خايبه. ما نكذبش عليكم، نهار تلاقيت بيه وحنا في الكوارت، ولكن في الاخر هذا هو المكتب ديالي، وصدقت انا وياه مزوجين ودايرين الحلال. ما نكذبش عليكم، اي حاجه فيها خير راها كتجي، واخا هاد المعاناه اللي عانيت في حياتي وداك الدموع كامل اللي بكيت بيهم، الدراسه اللي ديالي اللي ترزيت فيها، ربي عوضني بولد الناس اللي طلع معايا راجل ونص، حتى الاهل ديالو الله يعمرها سلعه. ولكن المعاناه ديالي ما غاديش يساليو، بالعكس انا عاد بديت في المشاكل الكبيره في حياتي، وقصي البنات والمعاناه ديالي مازال جايه في الطريق. ايوا يا البنات، انا في الاشهر الاولى كنت عايشه مع ناسي مزيانه ومرتاحه، هما كانوا كيتعاملوا معايا احسن من المعامله ديال مرت الوالد، ولكن واحد خالته ما كانتش حاملاني، هي كانت ساكنه قريبه عليهم وتقريبا يوميا كتجي لعندهم للدار. ايوا غير كتجي عندنا كتقلب عليا عكوزي، وكانت كتحرشها عليا. في الاول عدوسي ما كانتش كتعمر راسها بالهضره ديالها وما كتستياش فيها، ولكن من بعد رجعت كتسمع ليها وكتحط ليها الودن. هذيك كانت كتقول ليها والله يا اختي الا انت حمقه نطي زوجتيها لولدك، واش البنت كانت كتخرج مع ولدك وكيوصلها بالطوموبيل ديالو حتى للدار وانت مشيتي زوجتيها ليه؟ كانت كتقول ليها راه باينه كانت مع بزاف ديال الدراري قبل من ولدك. هادوسي رجعت كتعايرني بها دائما، كتقول ليا ايوا البنات الطيرات واللي كيطمعوا في الراجل في الرجال ما عمره يكون فيهم الخير. الاول كنت كنعتقد ان كلمه عادي وما كانتش كتقصدني، ولكن من بعد رجعت كتهضر معايا مباشره وكتقصفني بها قدام وجهي وقدام الناس. ما نقولش لكم ملي كنت كنسمع كلامها كنت كنطلع بالالوان وما كنردها غير على خاطري، وما كنقول للراجل لي والو. هو ملي كيشوفني طالع ليا الدم ولا مقلقه كيبقى يبحث فيا وكيقول لي مالكي علاش انت طالع لك الدم وهادي وديك. انا ما كنت كنبغي نقول ليه والو، وكنفضل نبقى نكمدها في قلبي. ايوا الناس ملي شافوني صابره ما كنقول والو زادوا ركبوا فوق من ظهري،
ورجعوا ما كيحترمونيش نهائيا. لي دوزتو عليا خالت راجلي نساني فم مرت الوالد. ما عرفتش اخوتي علاش بنادم كيبغي نكدا على الاخر. هي اصلا ما كانتش باغيني نتزوج بولد ختها، حيت كانت باغا تلصق فيه واحد لاله مولاتي ديال بنتها اللي كانت كطير مع الطيور. حتى هذيك زيدوها عليهم، والله العظيم الا بالعاني كانت كترف قدامي بواحد الطريقه اللي كتخليني ناكل شطيطي بالغدا يدعي عليا، مع انا من داك النوع اللي كيرجع الخاطر ديالو وما كنبغيش نبين قدامهم الضعف ديالي، ولكن من الداخل كنحس براسي مكسوره وكنبقى نبكي وكنقول علاش يا سيدي ربي غير انا اللي ما عنديش الزهر، علاش يحنيني يا ربي غير انا اللي مقوره في هاد الدنيا وما لقيت المحنه حتى من واحد، وكنبقى كنبكي حتى كيطيبوا عينيا بالبكا. في الاخر كنمسح دموعي وكنخرج عندهم وانا ما مبينه ليهم والو. بقيت بحال ما هكذا ديما كيوقعوا النقاشات في وسط العائله. واخا هكذاك راجلي كان التعامل ديالو معايا زوين وما كان مخصص ليا والو، وهذا اللي كنحرهم وفقصهم بالمزيان. خالت راجلي النهار اللي كتشوفني خارجه انا وراجلي ولا لابسه ولا مدوشه كتبغي تنخر الدم وما كيعجبهاش الحال. ما نكذبش عليكم انا ما كانش على بالي بيهم، وكيف ما كيقولوا الا شافت فيك القمره لا تسوق للنجوم الا مالو. المهم بقينا هكذا عايشين حياتنا عاديه. من بعد اشهر على الزواج نتعدوزتي وقالت لي نضيف لنا تولدي لولدي الولاد، واش اللي جا قبلك ولد واللي جا موراك حمل وانت مازال ما فرحتينا؟ انا كل فرح قلت ليها اه خالتي ان شاء الله. صافي داك الشهر هذاك زولت المانع وقلت ما فيها بس حتى انا نض نولد وليداتي ونفرح راجلي وعائلته، بالخصوص منين كنت عارفه كيموت على شي حاجه سميتها الوليدات الصغار. ايوا درتها في يدي الله وبقيت كنتسنى فوقاش نحمل، مع انا ما كانش عندي الهرمونات متقادين ودائما الدوره الشهريه كتعطل عليا. والشهر اللي كتعطل عليا فيه كيقول لي راجلي باين هاد الشهر غادي تخرجي حامله، وكيبقى يخنت فيا الا طلت لي غير شي حاجه كيقول لي واش راكي كتوحمي والصافي راكي حامله، وكيبقى يفرح. انا كنقول ليه بلا ما تفرح دابا وما تقول والو حتى نتاكدوا، راه دائما كيصرى ليا هذا الروتر هذا داكشي اللي كيكون. من بعد ايام كترجع تنزل عليا الدوره وكنبقى نتفقص، وبالخصوص ملي كنشوف راجلي محسوس وبقى فيه الحال كيقول لي ايوا شتي باطل فرحت، وقلت صافي دابا انت راكي حامله. واخا الصراحه كان كيقولها ليا بالضحك واللعب، ولكن انا كنت كنحس من الداخل ديالو بحال ما عجبوش الحال، بالخصوص ملي رجعت خالتو ديما كتقول لي قدامي وفلانه فين هما ولادك واش ما باغاش تولدي؟ هي غير كتزند المجمر ديال العافيه، غير كتزند المجمر ديال العافيه وكتكحز اللور وكتخلي النار تقدا فيا، حيت اللي كيبقى عليها كتكملوا عدوسي وكيبقاو النار ومطل هما قارنين الراس على الراس ونهارهم كيدوز بحديتي. انا دائما كيسمعهم كيقطعوا فيا وما كنقدر نقول لهم والو. بقينا تاني واحد المده من بعد ملي شت راسي ربي ما عطانيش الدنيا وما حملتش دغيا، رغم انني كنت كندير المستحيل باش نحمل ودائما المعاشره بالخصوص في الايام ديال الاباضه، واي وصفه سمعت بها كنديرها ما خليتش تما شط، خديت فصوص الثوم ما خليت سخنت كرشي ما خليت شربت القرفه قالك حكا كتسخن الوالده، ما خليت الخزامه درتها على شكل خريقات، المهم ما خليت ما درت وما جاب ليش الله. يوم نمشي دوز عند اختصاصي غادي يقول لي عندك واحد الكيس في القرن اليمين وعندك واحد اخر لداخل في الرحم، وإلا بغيتي الحمل خاصك نشخص لك الحاله ديالك ونتبع معاك. من بعد التحاليل وطلعوا نزل غادي نكتشف الكيس اللي عندي في الرحم لداخل فيه الماء ويقدر يذوب غير بالادويه، اما الكيس اللي عندي في القرن ديال الوالده عامر بالدم وخاصه ضروري عمليه وما غاديش يقدر يذوب بالادويه. واخا هكذاك قال لي الطبيب تبعي الادويه لمده ديال 3 شهور ومن بعد ترجعي لعندي ويكون خير. صافي دي الله وتوكل على سيد ربي وتبعت العلاج ديالي. هما من عرفوني بلي انا عندي تكيس في المبايض ما عجبهمش الحال، واخا قدامي ما قالوا لي والو ولكن كلامهم كان غير من التحت للتحت. ايوا راكم عارفين داك النار اللي كتكون قاديه من التحت كيكون دخانها يعني. واخا هكذا كنت دايره عين ميكا الا سمعت ما نقول سمعت، الا شفت كندير راسي عمياء غير باش زعما ما نطيحش في المشاكل. وزيد راجلي ديما كيقول لي صبري ومعليش وانت مولات العقل وزيد وزيد. ايوا انا ما عندي حل من غير الصبر، بقيت صابره حيت حتى ملي كنت كنقول للراجل يلاه فلان نمشيو لدارنا نعيشو مرتاحين كيقول لي ودي الدار راني كاريها لولد خالتي، ولا بقيت حتى قلت ليه بغيت نسكن في داري خرج ليا منها غادي يتقلق ويهز عليا راسو، وهانتي كتشوفي حتى امي ما غاديش نقدر نخليها هي والوالد ونعزل عليهم، وكيبقى عليا طاطا منا وطاطا من ليه. المهم باختصار ما كانش باغي يعزل على دارهم، انا خاصني ندير غير اللي باغي هو. كنتكون بقات صابره صراحه كنت واكله شاربه ناعسه، ولكن النقاش والهضره ديال قليان السم كانت بشكل يومي،
والسبب الاول في المشاكل ديالي هي خالته. انا ما عنديش الحق نقول فيها شي حاجه خايبه حيت كتبقى اخت عكوسي ومراه كبيره وخاصني انا اللي نحترمها وما نقللش منها ما ردش عليها الهضره واخا نسمعها كتهضر فيا ما نقول ليها والو. ايوا داكشي اللي كان كنت كنقول ليها غير لاله فلانه ملي كتجي عندنا وانا كنحيل معاها وكنرطب معاها وما عمرني كشرت فيها ولا بينت ليهم انني ما باغاهاش. بالعكس المعامله ديالي معاها لا هي ولا بنتها كانت مزيانه وبزاف. دائما كنت كنجيب ليهم ما يبقاش غير بالصبر ديالي حيت كنت صباره وبزاف واخا كنت كنرد لخاطري ما كنبين ليهم والو. ايوا هي البنات بقيت هكذا وفي نفس الوقت مازال متبعه العلاج ديالي اللي مشيت عند واحد الطبيبه ديال النساء والتوليد داز داك 3 شهور مشيت عند واحد الطبيبه واحده اخرى وكان عندي امل في الله كبير كنت كنقول غير غادي نمشي عندها غادي تفرحني وتقول لي كلشي راه عندك مزيان ولكن مع كامل الاسف كلامها زاد على ما بيا. هي من بعد ما كشفت عليا ودارت لي بعض التحاليل قالت لي مدام الكيس اللي كان عندك داخل الرحم راه دابا غير بالادويه والحمد لله. فرحت بزاف شفت فيها قلت لها ايوا دكتوره الكيس الثاني قالت لي هذاك ضروري خاصك ديري عليه عمليه. قالت لي ما تخافي من والو ان شاء الله ما يكون غير الخير. حتى هذه المره انا درتها بين يدي الله حيت عارفه راسي قليله الزر غير من حاجه لحاجه. ايوا هي هذيك ملي عرفوني غادي ندير العمليه ما عجبهمش الحال بالخصوص عدوسي كانت قالت لي الا بقيتي حتى درتي العمليه وزولوا لك طرف من البرون ديالك والله لا ولدتي وغتبقاي بلا ولاد. انا هاد النقطه في الاول ما كنتش ديها فيها لكن ملي قالت لي ما غاديش تولدي خوفاتني لدرجه انا ما بغيتش ندير ديك العمليه حله بحكم كل واحد شنو كان كيقول لي. شي قال لي الا زولتي الكيس من داك البلاصه ما غاديش تولدي شي كيقول لي الا بقيتي حتى قصي فيه غادي تزيدي تعاني كثار. الاطباء ديال المغرب ما كيعرفوش وبالخصوص الكلينيكات خاصهم غير يدخلوا الفلوس على يد الشاب. ايوا خيتكم ما عرفت ما دير كانوا كيقولوا لي يقدر يقيسك مرة العمليه المرض الخايب. واو 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 يا خوتي تبعت الهضره ديال البشر حتى ما لقيت فين ندير ريدي. راجلي كان كيقول لي ما تخافي من والو غير توكلي على الله وديري العمليه وما تسمعيش ليهم راهم غير كيخوفوك وهما ما عارفين والو. انا هاد المره حطيت الراس على عدوسي وختها اللي ناضوا ريو عليا باش ندير غير العشب والخلطات والبايخ. قالت لي حقه ما تحقه واحد العشبه تقبطله الكيسه ديال الرحم. المرأة اللي كان عندها الكيس كيف ما بغى يكون وشربت هاد العشبه الفلانيه كيدوب ليها بلا عمليه بلا والو. تبعت الري ديالهم بقيت كنشرب في الاعشاب واللي قالوا ليا درته حتى من البايخ طلعتهم معايا وحتى من الثومه الحمراء شويتها ودرتها في الزيت البلديه وطربتها معايا. المهم بلا عدد حتى زاد عليا الحل واللي خفت منه طحت فيه. واحد النهار مشيت ليرجونس للسبيطار عرفتو بكثرة الوجع اللي كان فيا كنت كنغوت ربي اللي خلقني. هزني راجلي فواحد الحاله اللي كتشفي العدة داني للطبيب ملي دار ليا الفحص لقاو عندي داك الكيس زاد الحجم ديالو وضروري خاصني العمليه واللي غادي تطرطق ليا في الرحم ديالي. ايوا تمتم داروا ليا الاجراءات على قبل العمليه درت بعد التحاليل ديال الدم التخطيط ديال القلب عبروا ليا الضغط قدوا ليا المسائل على ود العمليه. ما جيت نكمل 4 ايام حتى كنت فتحت وزولوا ليا داك الكيس من الرحم ديالي. المهم داز عليا ما غاديش نقول لكم كلشي داز مزيان لا بالعكس معاناه كبيره وزيد كان عندهم تخوف يكون عندي سرطان الرحم واضطروا داك الكيس يديروا عليه تشخيص برا المغرب. تعطل النتيجه ديالو شي 15 يوم ولا 20 يوم عاد رجعوا علينا. في ديك الفتره كانت زهقت الروح ديالي غير بالخلعه كانوا كيقولوا لي باينه غادي يكون فيك شي مرض خايب وباينه انت فيك السرطان. ايوا غير بداك الخلعه طاح مني اكثر من النص ولكن ملي تبينت النتيجه ارتحيت حيت ما طلعش عندي المرض الخايب. الحمد لله والشكر لله انا ما نكذبش عليكم داس عليا شي 3 شهور وانا كنبات الليل مع النهار كنبكي كثر داك الالم وزيد الهضره ديال الناس. اما عدوستي كانت كتبقى تخشي فيا الهضره غير من التحت للتحت. وبنادم كاع يا خوتي ما كيحسش بالمريض وما كيقولش فلان مريض وغير اللي فيه راه كافي بالعكس كيزيدوا عليك اكثر من داك الشيء اللي انت فيه. المهم كيف ما كان الحال عمر الشاقي باقي واللي سعدو في الهم ما عمرو يشوف شي نهار زوين. ايوا شنو غادي نقول لكم وتستمر الحياه وتستمر المعاناه ديالي ارتحيت شويه شديت صحتي وحنا نرجعوا لذاك الديسك الحافي ديال الوليدات والحمل وعلاش حتى لدابا ما حملتيش وانت باينه عمرك تولدي كيبقاو يحكوا عليا. انا غير اللي فيا كان كافيني وشيط عليا وهما كيكملوا عليا بالهضره ديالهم. المهم كنت كنبات نبكي راجلي منين كان كيشوفني مقهوره ومحقوره ما كانش كيبغي عليا وشحال من مره دار فيهم على قبلي وسكتهم بالخصوص منين كيتجبد عليه حس الولاد. واخا هكداك هما كانوا كيبغيو ينكدوا عليا العيشه ديالي. النهار اللي كتجي خالتو عندنا وتحط الراس مع دوسي كنعرف نهاري غادي يدوز عليا كحل اكثر من سعدي اللي رماني عليهم.
هي هذيك رجعنا دائما عندنا النقاشات في الدار، مع انا وليت كنتعصب بزاف ورجعت كنكره اللي جبد عليا حس الحماله والوليدات، واللي كيجبد عليا هاد الهضره هادي كندور فيه حتى كنسكتو، واللي قال لي شي حاجه كندور فيه. العجوزه كنجنها وجنونها نردخو كلامي على شي واحد اللي سولني على الولاد، نقول ليه ببساطه انا ما كنولدش وما عمرني غادي نولد، خاصني نقولها وانا كنضحك باش تبقى هي على خاطرها. صافي انا جديت قاده وما بقيتش قاده نصبر، ما نكذبش عليكم كرهت حياتي وكرهت داك الزواج اللي يجي منه، ما نكذبش عليكم مع الوقت تعقدت وليت كنفكر بزاف، حتى من الناس ما كنتش كنقدر نعس في راحتي كثر داك التفكير، ما حيلتي الراجل اللي كيبقى فيا، ما حيلتي لراسي، ما حيلتي الكلام الناس، واللي شاف كيقول لك يا الزغبيه مازال محن عليك الله ومازال محملتي، شي كيشوف فيك بعين الشفقه وشي كتبقاي فيه وشي كيتحسر عليك وشي كيتشفى فيك. شعيبات الله انا كرهت، راه ما كرهتش نولد اليوم قبل من غدا، ولكن ربي حرمني منه ما عندي ما ندير. صافي بقيت في المعاناه ديالي حتى تزوجت بنت خالته وتهنيت منها، حيت ما نكذبش عليكم كانت كتلعب ليا بالاعصاب ديالي، ودائما كانوا كيبقاو يمدحوا فيها قدامي وقدام راجلي. وين تزوجت مشات لدارها، ومن حسن الحظ ديالها حملت من ثاني شهر ديال الزواج. ايوا هنا انا غادي نزيد نلقى المشاكل معاهم، حيت خالت راجلي من نهار عرفت بلي بنتها حامله وهي كتجبدها قدامي ألف مره، ومني كتجي عندي هي كتقول لي بنتي فلانه كتوحم، بنتي فلانه تشهات هادي، بنتي فلانه بغات هادي، وكتبقى تحفر على الصداع. دوسي منين عرفت بنت اختها حامله ما عجبهاش الحال ورجعت كتعايرني بهم، حتى من البنات كانت كتقارني بهم، وحتى الا بغيتي شي حاجه تشهيتها وطلبتها كتندمني عليها. واحد النهار تشهيت الحوت وطلبت منو يمشي يجيب لينا الحوت، غير انا قلت ليه تشهيت الحوت وهي تنوض ليا بحشي الهضره، قالت لي الناس كتشهى بالفايده وانت جلسي وتشهي عليا وتحمي عليا بلا وحم. قال لي قالت لي باغا تربي الفضع على ظهر ولدي. انا كلامها الصراحه ما عجبنيش وبكيت هذاك النهار، بقى فيا الحال بزاف. ما نكتبش عليكم داك الحوت واخا جابو راجلي حلفت عليه وما بغيتش ناكلو، ومن داك الساعه وانا هزاني في عليا وما بقيتش كندي على فيها ولا في اختها. وفي نفس الوقت طلبت من راجلي يدير لي حل معاهم، قلت ليا تعزل لي عليهم داري يلاه يلاه يعاونك، نهز راسي ونبات ما نصبحش نبات ما نصبح. وحتى الدار ديال الوالد ما غاديش نمشي ليها، والصراحه كان كيبغيني وما كان حرمني من والو. ملي شاف القضيه ما كتعجبش دائما نديروا المشاكل وحشين الهضره، حيت من بعد الام ديالو حتى خالته كانوا كيقولوا ليه نوض تزوج ولد ولادك راه مراتك ما غاديش تقدر تولد ليك. هو الصراحه ما كانش كيبغي يقول ليا شنو كيقولوا ليه، وكان كيردها غير على الصبر وما كيقول والو، ولكن ملي شاف ديما الهضره ونديروا الراحه ما بقاتش، نطلب من ولد خالته يخرج لينا من الدار. قال له ولد خالتي بغيتك تخرج ليا من داري باغي نسكن فيها، بسبب هاد الهضره زادو كرهونا بالخصوص انا، حيت ردوني انا اللي حرجته باش يخرجوا من الدار، وانا هي اللي عمرتو عليهم كاملين وكرهتو فيهم. واحد النهار ناض نقاش كبير بين راجلي وخالته وحتى الام ديالو، لدرجه من تما ما كلمتنا خالته ولا جات عندنا للدار. عقوسي جابتها النفس على اختها وشدت الضد مع راجلي، حنا ما ديناش فيها، غير خرج ولد خالته من الدار هزينا روسنا وخرجنا بعدنا عليهم مستوى المشاكل. ايوا النهار اللي خرجت من عندهم بغاو ينتحروا ما تقبلوهاش، وما بغاوش راجلي يدير بكلامي ويعزل عليهم. وكيف قلت لكم عدوسي عندها غير هاد الولد هذا، منين خرجنا بقات غير هي وشيخي، ولكن ما نكذبش عليكم ما بقاتش فيا حيت اللي دوزاتو عليا ماشي سهل. المهم البنات انا درت ري وفرقت عليهم الصداع، واخا هكذاك بقاو تابعيني بالهضره، وكانوا كيبغيو يحرشوا عليا راجلي واخا من البعيد. ما علينا بقينا هكذاك من بعد ما مشات سنوات وجات اخرى تقريبا شي 8 ديال السنين، وليت كنحس براجلي باغي الوليدات واخا عمرو ما قال لي باغي الولاد ولا جبدهم قدامي ولا حسني بالنقص، ولكن الاحساس ديالي كان كيقول لي هو حامق يولد وليداتو. وزيد كنت مني كنشوفو كيشوف شي وليد صغير وساهي فيه كنبقى كنتقطع من الداخل ديالي، وكنبقى غير بوحدي كنبكي على النعمه ديال الوليدات اللي تحرمت منهم حياتي كامله. واحد النهار جبنا الهضره على الولاد، قلت لي علاش فلان ما نديروش حمل انابيب حتى نولدو شي وليد ولا بنيته، هو ما بغاش وخصم عليا. قال لي شوفي فلانه ما عمرك تجبدي لي بحال هاد المواضيع، الا ربي ما عطانش ما غاديش نتبتو مع القدر ديالنا. ايوا نسيت على الموضوع، دازو بعض الاشهر من بعد طلبت منه تاني باش نتمناو شي وليد ولا نجيبو شي واحد متخلى عن شي عائله ونربيوه، ما بغاش ورفض. قال لي ما عمرك تقولي لي بلي ربي ولا نتمناو شي واحد. كنت كنقول ليه علاش علاش زعما حرام عليك تحرم راسك
بس حرمني حتى انا معك، انا ربي حرمني ما بغيتش نحرمك معايا. كان كيقول لي انا قابل عليك ومستعد نصبر معك بلا ولاد حياتي كامله. بقينا عاوتاني واحد المده من بعد ما دار 13 عام على زواجي به، وليت كنحس بيه بحال صافي ما بقاش قادر يصبر مازال، غير زاد قلبو حن على الوليدات، ولكن انا ما كان عندي لي حتى شي جد وما عرفت شنو نقدر ندير. حتى لواحد النهار كنت انا وشي جيران مجموعين كنتعاودو في واحد العرس في الحومه ديالنا، حنا جبدو حس الوليدات. قلت ليهم انا هادي القد والقد باش تزوجت، ولكن ربي ما عطانيش الوليدات، واش نوقع ليا واش نوقع ليا. نطقت واحد السيده وقالت ليا واش راجلك صابر معاك؟ قلت ليها بالصفه اختي عليه هادشي راه ديال ربي. وبقينا كنهضروا وهي تقول لي واحد خيتي الا كان راجلك معاك ولد الناس حتى انت خليه معاك بنت الناس وما تحرميش من الوليدات. قلت لها والله اختي لا عييت معاه باش ينوض يتبنى، ولا نديرو حمل انابيب، ولا نجيبو شي واحد من عند شي عائله ما فحالتوش ونديرو فيه الخير. ولكن هو ما بغاش. قالت لي معلوم ما يبغيش، راه اختي راجل كيبغي وليداته من دمو ولحمو ماشي يجيب اللي يدير فيه الخير ومنين كبر يندمو. المهم هاد العيالات بغاو يوصلوا لي المعنى ديال نوضي اختي زوجيه وخليه ولد وليداته. كتبش عليكم من داك لما اللي تجمعنا فيها انا وجراتي التفكير ديالي مشغول. قلت بصح كلامهم على صواب، غادي نوض نقول ليه يتزوج ويولد ولادو واخا ماشي ساهل عليا نزوج بيدي. داكشي اللي كان كنت طلبت منه نوض يتزوج ويجيب لي تولد ليه الوليدات. هو في الاول ما بغاش وقال لي لا واش انت حمقاش من الزواج وشكون اللي فهم عليك هاد الفهمه الخاويه. ايوا انايا لا ما باغي لا ولاد ولا ولاد، بغيتك غير انت وهادي وهادي وهاديك. ولكن انا درتها بين عينيا وقلت ليه والله حتى نزوجك ببالي ونجيب لك اللي تولد ليك ولادك وما نحرمكش وما نخليكش تعيش بحالي انا محرومه من الوليدات. ايوا يا البنات ما تهنيت حتى خليته يقتنع بالزواج. دخلت له لراسو الزواج فعلا في الاخر وافق. قال لي ولكن بشرط انت تختاري لي المراه. قلت ليه صافي. فعلا مشيت عند دوزتي خديت بخاطرها تشاورت انا وياها، هي فرحت وجبها الحل ودعت معايا حتى هي زعما الصراحه وقفت معايا واختارت معايا البنت المناسبه لراجلي. هاد البنت هذه الله يعمرها سلعه من وسط عائله اللي محترمه، ناس واخا لاباس عليهم ظريفين ومعقولين. انا كان عندي في الاول منها تخوف وقلت اش داني شاور دوزتي احترمتني على هاد لاله مولاتي وباينه غادي تكمل لي بقالي وتجيب لي التمام. لكن كيف ما كان الحل كنت مجبوره نخطبها ليه. شحال صعيبه المراه تمشي تخطب لراجلها وتقول ليهم انا ما كنولدش وبغيت بنتكم تولد لراجلي. والله العظيم الا كتجي حكره وكتحسي بداك النقص، ولكن كلشي فيه الخير. ما علينا، خطبت ليه تفاهمت مع البنت. من بعد قمت معاهم في كلشي حتى جاب مراتو للدار. فداك الاسبوع هذا كان مشيت عند عكوسي جلست معاه وخليت راجلي ومراتو ياخذوا راحتهم ويتمتعوا بوقتهم. واخا الصراحه كانت قاسحه عليا ولكن للضروره احكم. من بعد رجعت لداري وانا هزه الهم الراد وكنقول كيفاش غادي تولي عيشتي مع درتي في نفس الدار؟ واش غادي نرجع زايده ناقصه في داري؟ واش غتبقى عندي القيمه عند راجلي؟ واش درتي غتكون معايا خايبه؟ واش 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 واش. المهم كنت كنبات نخمم وكنضل نخمم، بالخصوص ملي رجعت كنت كنشوف داك المعامله ديال راجلي مع مراته كيفاش دايره، وليت كنقارن راسي بها بزاف ديال الحوايج. هي كانت كتحس بيا وكتجي تواسيني وكتجلس معايا وكتعطيني وقت وكتحترمني في الدار وكانت كتعيط ليا غير اختي فلانه. انا مشيت درتي معايا مزيانه ارتحيت ليها وليت كنتفاهم معاها غير بشويه. نهار على نهار كندخل على الطبع ديالها وهي كذلك، ما ننكرش خيرها عليا. كانت كتحترمني بزاف وهي اللي كتوصي راجلي عليا باش يهتم بيا حتى انا، وكانت كتقول لي فلانه عندها حق عليك اكثر مني. ملي لقيت درتي معايا مزيانه رجعت حتى انا كندير معاها الواجب ديالي كنوصي عليها غير بالخير. ايوا البنات ما ارتحيت حتى جبت درتي وحتى زوجت راجلي حيت درتي طلعت مزيانه وتفاهمت انا وياها والصراحه حطينا الراس عند الراس. هي محترماني وانا كذلك، كنخرجوا بجوج وكندخلوا بجوج وكنتحمحموا بجوج وديما انا وياها مجمعين بالتقشب والضحك. كنت كنحس بها حاسه بيا ومشاركاني الصغيره والكبيره. ملي كنجلسو نشكي عليها كتبقى تبكي معايا بالدموع وكتقول لي حسن عوانك هادشي اللي داز عليك ماشي ساهل. المهم طلعت من تحنينه وبزاف وربي سهل ليا فيها وجعل فيها خير عليا وعلى راجلي ودخلت الفرحه لداري. هي من بعد شريت طلعت حامله واول واحد خبراتو بالحمل ديالها هي انا، وحتى انا الصراحه فرحت ليها بزاف. داك النهار بدات بكيت بالدموع بالفرحه، تمنيت حتى انا كون قدرت نجرب داك الاحساس ديال الامومه ونفرح حتى انا راجلي ونفرح راسي، ولكن ما كتبش ليا. المهم انا من نهار عرفتها حامله وانا كندير معاها في الواجب تهليت فيها من كل شيء، حتى من الشقه كنت كنشقى عليها وكنوصي راجلي باش يتهلا فيها، حتى هو كندير معاها الواجب
وكان فرحان. انا مره كنت كنكره راسي وكنقول علاش ما قدرتش نفرحو انايا، وعلاش انا اللي ما حملتش، وعلاش انا اللي ما ولدتش، ولكن في نفس الوقت كنقول الله ينعلك الشيطان، الله يخزك ابليس، راه فيها كلشي فيه الخير والحمد لله على كل حال. بقيت هكذاك مره فرحانه مره باكيه، حتى النهار اللي عرفت بلي درتي حامله بالتوام وبجوجهم وليدات ذكوره. هنا تازمت، كتبش عليكم قفية الحال، ماشي حستها ولا كرهت ليها الخير، لا بالعكس، تمنيت حتى انا نفرح بحالها ونجرب الحمل والفرحه. هادشي علاش نفسيتي تاثرت، بالخصوص كنت كنشوف راجلي كيتعامل معاها بداك الفتره مزيان بزاف، وكيبان بلي خايف عليها وكيقول ليها ردي بالك راكي متقله، ردي بالك تاكلي شي حاجه ما هياش، عندك تنزلي بجد في الدروج، ما تهزيش الثقل. كنت كنحس بالنقص، كنحس بواحد الحاجه كتقتلني من الداخل، وفي نفس الوقت ما كنبين والو، كنت فرحانه ليهم. ايوا بقينا داك الشهر حتى ولدت درتي، اول وحده هزت دوك الوليدات هي انا. النهار شفتهم نسيت راسي ونسيت همي، فرحت بهم بزاف، حتى راجلي والاهل ديالو فرحوا بزاف بالتوام. صافي السيده دوزت ديك الفتره في الكلينيك حيت ولدت بالفتيح، الام ديالها هي اللي تهلات فيها وفي وليداتها حتى خرجت من الكلينيك. ملي خرجت من الكلينيك وجات للدار لقاتني موجده ليها بيتها وبيت ولادها ومقاده ليها كلشي. ما نكذبش عليكم، نفستها لوجه الله 40 يوم انا هزها وهزها ليها وليداتها. كنت كنبات ندير عليهم الدور، شي نردو شي بدل ليه، حتى ملي كتبغي تردعهم التدي ديالها انا كنشدهم معها، كنبقى نعاونها فيهم حتى كيشبعوا كنحطهم، وغير كتفوت داك جوج سوايع كنرجع ندير ليهم بيبرون كنعطيهم يردعوا. المهم نسيت راسي بيهم ونسيت حتى راجلي بيهم. هي ما عمرها قالت لي لا حطيهم ولا راهم ناعسين ولا متهزيهمش، بالعكس ما كانتش كتخليني نحس بالنقص نهائيا، لدرجة حسيت بهم طرف مني وحسيت بهم بحال وليداتي، ربيت عليهم الكبدة، سبعنا ليهم فرحنا بهم. راه ماشي سنوات قليلة اللي دازوا علينا بلا وليدات، المهم فرحتنا كانت كبيرة وبزاف، وماشي غير هذيك المفاجأة والفرحة الكبيرة يا البنات. غير دازت 40 يوم على الولادة ديالهم درتي عيطت لي البيت ديالها، فلانة فلانة مشيت عندها قالت لي جلسي حدايا، جلست حداها قلت ليها شنو، نهضت هزت الولد الاول اللي خرج قبل من خوه وحطاتو ليا في الحجر ديالي، وقالت لي هذا اليوم فصاعدا غادي يكون ولدك انت ماشي ولدي انا. شفت فيها قلت لها راهم بحال ولادي بجوج بيهم، قالت لي انا كنت مع هذا الله الا عطاني ربي جوج نقسم معاك، بغيت نقسم معاك فرحتي، الا عطاني واحد نعطي لك انت الاول ونعمر به حجرك وعاد نوض انا نولد. ما نكذبش عليكم بقيت كنشوف فيها ما صدقتش، لدرجه كلامها ما استوعبتوش، هي تقول لي شدي ولدك، انا كنشوف فيها وكنشوف في راجلي وبقيت مبهوطه في راجلي، راجلي مسكين كيشوف فيا وفرحان وكيقول لي مبروك عليك انتي تانتي وليتي ام، وهذا دابا راه هو اللي كنتي هو تهلاي فيه. انا بلا ما نحس طحت على وليدي وبقيت كنبكي كنبكي كنبكي، وكنقول ليها واش كلامك بصح، واش هذا ولدي ولا غير كتضحكي معايا، راه ما باغاش داك الضحك الباسل ديالكم. قالت لي اه راه ولدك والله ما كنضحك عليك، هذا راه ولدك وديالك ومن حقك انتيا، انا الام ديالو الثانيه وراه ربي سخرني لك باش نفرحك. انا بلا ما نحس طحت على ركبيها وبستهم ليها وبقيت كنبكي، وهي كتوقف فيا وانا كنقول ليها لا غير خليني نبوسهم ليك. يا ملي شافتني هكذاك تحت الارض وعنقتني بجد وقالت لي من اليوم ولادي هما ولادك، ولادك هما ولادي. راجلي عنقنا بجوج وبكى معنا بالدموع. انا ما نكذبش عليكم ما كنتش مصدقه، هز الولد وكنكذب عيني وكنقول مستحيل انا غير كنحلم، ولكن فعلا هي عطاتني ولد وقالت لي باش تكوني على خاطرك غادي نشريو ليك اسبوع ديالو، ولتاني مره وتسمي انتيا السميه اللي بغيتي وغادي يكون ولدك بالشهود باش شبالك غادي يرتاح. ايوا هما نضو فرحوني، شراو لي الذبيحه لولدي وسماو السميه اللي بغيتها انا، سميت ولدي محسن حيت ربي حسن بيا، وحتى انا جابوا لي النقاشه ونقشت الحنه ولبسوني وفرحوا بيا. المهم ما عمرني ننسى اليوم خيرهم عليا، وماشي غير هذه المفاجاه، المفاجاه الكبيره والعظمى هي عطاتني الولد درتو في الحاله المدني بالاسم ديالي، دابا ولدي محطوط عليا انا والاب ديالو، وهي كتربي واحد وانا كنربي واحد، عايشين انا وياه من تحت سقف واحد، المعامله ديالي وديالها اكثر من الخواتات، واخا كيوقع بيني وبينها من بعد المره شي نقاشات ما كنشدوش في القلب ديالنا، انا ودرتي موس واحد يذبحنا، وما عمرني ننسى خيرها. ما نكذبش عليكم حتى جبت درتي لداري عاد عشت فراحتي وذقت النعمه ديال السعاده. حاليا ولدي عنده 8 سنين كيقول لي يا ماما انا من الاول اعترفت ليه بلي الام ديالو الحقيقيه هي فلانه، وانا الام ديالو غير اللي كتربي فيه، وبلي هو محطوط في الحال المدني بالاسم ديالي انا،
وحبيبي كيقول لي انت اللي ماما. انا غير هاد الكلمه كتحيني ألف مره في الدقيقه، حيت كنموت عليه. راه كنحس بالدنيا كامله في عينين ولدي حبيبي محسن، والحمد لله على كل شيء. انا من الخير اللي درت في راجلي، ربي ما حرمنيش من وليداته، وحتى ربي ما حرمنيش من هاد الشعور الزوين. وهذه هي حال الدنيا، فلا تستغرب، وكل شيء قريب مادام مفاتيح الخير عند ربي. راه هو الرزاق، هو الله. انا ربي كنكتب لي ربي محسن، نحس براسي حتى انا الام. ربي كبير الرحمه ديالو واسعه. حاليا درتي ولدت بنت اخرى على ولدها في عمرها دابا 4 سنين، وراها حامله، وحتى بنتها كتقول لي يا ماما حنا مربينهم بجوج، كنتعامل معاهم نفس المعامله. الا فشتهم هي نهار انا كنخاصم عليهم نهار، والا خاصمت عليهم نهار انا كنفشهم نهار. دايرين معاهم التوازن، لا في المحبه ولا في كل شيء، باش ما يفضلوش الاولى على الاخرى، والعكس العكس والعكس صحيح. والحمد لله عايشه حياتي بخير وعلى خير. وفي نفس الوقت كبرت في عينين راجلي، وحتى في عينين عدوسي وشيخي والناس كاملين، وهذا الشيء بفضل الله عليا. واللي صبر كينال، وانا اللي داز عليا ماشي سهل، ولكن ربي عوضني في هاد السنين اللي فاتوا، واخا فقدت فيهم بزاف ديال الحوايج، ومنهم الاب ديالي اللي مات الله يرحمه، ولكن في نفس الوقت عوضني بوليداتي اللي معايا كنحس بهم زعما الدنيا كامله في يدي. ولدي محسن اللي كنحس به من صلبي، ماشي غير ولد درتي، وراني مربياه، راه ولدي انا. وكنقولها قدامكم كاملين، انا اليوم بغيت نقدم ليها الشكر ديالي الخالص، وكنشكرها على ما دارت فيا، والله بوحدو هو اللي غادي يجازيها على ما دارت فيا. وكنقول ليها الله يجعلنا دائما نبقاو متفاهمين وحاطين الراس على بعضياتنا، والله يبعد علينا ولاد الحرام. وهذا ما كاين، هي راه غادي تكون معايا في الاستماع اليوم، وحبيت نشارك معكم بقصتي. الا بغيتو هي تحط القصه ديالها وتشارك معكم بحياتها وتشارك بها، حتى هي عندها معاناه اللي كبيره واللي اكثر من ديالي في شي امور. هادشي علاش كانت حاسه بيا، وهادشي علاش حنت فيا، حيت هي ذاقت من كاس الظلم من كاس الاحتقار، ولكن ربي كبير. انا في الاخير كنشكر الجميع، وكنقول لهم سمحوا لي الا طولت عليكم، راه قلبي اللي كان عامر، المعاناه اللي عانيت في الدنيا ما غاديش يقدني فيها جوج ولا جوج، انا غير اختصرت لكم وصافي. هذا ما كاين، والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال لالا كنزه، كنزه يا كنزه، تبارك الله عليك، وتبارك الله على الاخلاق الحميده اللي كتجلى فيك. ربي يخليك، والله يكبر ان شاء الله وليدك في عزك، يخلي لك وليدك محسن، ويخلي لكم وليداتكم كاملين. تحيه كبيره 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 من هذا المنبر للدره ديالك، كنقول ليها شابو، ارفعوا لك القبعه. فاختي كنزه، وما جزاء الاحسان الا الاحسان، هذه النقطه خص كاع الناس يعرفوا هاد القضيه هذه، وما جزاء الاحسان الا الاحسان. والانسان راه كيتجازى بهذاك الشيء اللي كيدير، يعني داك الشيء اللي زرعتيه راه كي غادي تحصديه. وانت الحمد لله زرعتي الخير، وبغيتي راجلك يكون عنده وليدات، وما بغيتيش تكوني انسانه انانيه وتحرميه، فهذا ان دل على شيء فانه كيدل على تبارك الله على انك انسانه ذو اخلاق حميده وذو اخلاق رفيعه. تبارك الله عليك، وكنتمنى للعائلات كاملين يعني اللي كيمروا من نفس المشكل ديالك ما يخليوش رجالاتهم ساكن محرومين، على الاقل الانسان بعدا ما يديش التقليل. المراه اللي كانت مسكينه ربي ما كتبلهاش انها تولد، فتخلي الفرصه لراجلها، ربما يجيب الله وليداته. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم، واخا ان هذه القضيه صعيبه على العائلات كاملين، وبالخصوص المراه المسكينه اللي ما عندهاش وليدات وكتراعي بين اليدين، وبالخصوص الا جابت شي وحده اللي ما تفهمش وياها. لان اختي كنزه ماشي كلشي الناس بحالك وبحالي، راه الناس اجناس، وبحال الاخت اللي هي الدره ديالك اللي كنسلم عليها من هنا، وكنقول لها ربي يخليك وبارك الله فيك، وان شاء الله وليداتكم كلكم بحال بحال. راه هي مادا بها عاد، راه عطاتك وليد تربيه، يعني حتى هي راه بزاف عليها تربي جوج دقه وحده، وراه حنا كنعرفوا التوم التربيه ديالهم كتكون قاصحه، سورتو نتوما ساكنين في دار وحده يعني، وما عندكمش ادنى مشكل كتربيو بجوج، بقى وليداتك مع وليداتك معاها ولا معاك بحال بحال، راهم وليداتكم كاملين يتربوا في عزكم ان شاء الله. وبغيت نقول لك واحد القضيه اختي كنزه، فمادام انك ما زولتيش الرحم ديالك، فعندك واحد الامل كبير في الانجاب، وانت باقا صغيره 41 عام، راك مازال في اوج العطاء ديالك. والمراه ديال الربعينات راه كتكون من اجمل
العيالات، وكتكون الانوثه ديالها تبارك الله يعني مكتمله. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله شي نهار تجي تفرحينا وتقولي لنا ودي راكي حامله وقعت شي معجزه، والله يسهل عليك اللي فيها الخير. هادشي اللي كاين اختي، وشكرا بزاف ليك، وكنتمنى واكيد حتى البنات غادي يبغيو انك تشاركي معنا بالقصه ديال الدره ديالك، او تخلي هي تشارك بالقصه ديالها معنا. علاش لا حتى حنايا نتعرفوا عليها عن قرب، لان حبيناها عفوا حبيناها من دون ما نشوفوها ولا نسمعوا صوتها، وداك التصرف اللي دارته نبيل زعما ديال بنات الناس، فما كرهناش حنا نشوفوا الظروف ديالها كيفاش كانت عايشاها، وتشارك معنا المعاناه ديالها، وربما ناخذ من عندها عبر وفوائد. علاش لا؟ شكرا لكم بجوج، شكرا جزيلا. ما كرهتش نبقى نهضر معكم حتى الغدا في الصباح، كنحس بكم قرابين ليا والله العظيم. كنتمنى الناس يديروا جيم وكومونتير ويبارطاجيو هذا الفيديو، لانه زوين 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 بزاف وعجبني فوق القياس. الرقم ديال القناه موجود في بدايه الفيديو، كذلك في صندوق الوصف. اللي بغات تواصل معايا واللي بغيت يتواصل معايا، تعاودوا الحكايات ديالكم، اهاتكم، معاناتكم، تجاربكم. البنات حطت لهم واحد البوست قالك بغاو الكيد العيالات، فانا كما قلت لكم القصص ماشي راني كنجيبهم من راسي. كنتمنى البنات اللي كيسمعونا يشاركوا معنا بتجاربهم، كيفاش يعني كل وحده كيفاش دارت كادت لراجلها. يعني حنا هذاك الكيد ديال النساء واحد المصطلح تعبيري وصافي، ماشي داك الكيد زعما ديال اننا كنضروا شي حد ولا. قليل العيالات اللي كتلقاها دارت شي حاجه للزوج ديالها وكتعترف وكتقرب داكشي اللي دارت، ولكن ماشي كلهم، قليل. ما سخيتش بكم الى ان القاكم، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.